امبارح الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطاب بإيقاف نادي الزمالك 3 فترات قيد، ده بسبب خالد بوطيب ومستحقاته اللي وصلت ل 2,400,000 يورو. وكمان في أخبار تانية منتشرة عن عقد لإمام عاشور، والعقد ده هو انتقاله للسعودية بقيمة بتصل ل 7 مليون دولار. نفس الكلام كمان لزيزو. خلينا نتعرف بس أنت على تفاصيل أكتر مع مشاهدينا، مع الناقد الرياضي الأستاذ أمير نبيل اللي معانا على الهواء. صباح الخير أستاذ نبيل. صباح الفل، تحياتي لحضراتكم ولكل المشاهدين الكرام. أخبار كتيرة جدا عن الزمالك، هنبتدي مع حضرتك بخبر الأساسي وهو إيقاف قيد الزمالك. أكيد، يعني هو يمكن زي ما حضراتكم ذكرتم ده يمكن اللي بيشغل الرأي العام، خصوصا الزمالكية وجماهير الزمالك في الفترة الأخيرة. يمكن المعروف للجميع مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة كابتن حسين لبيب كان نجح في رفع أزمة القيد خلال شهر يناير الماضي، ودفع ما يقرب من 3 ملايين دولار لإنهاء أزمات يعني سابقة لمستحقات أندية ولاعبين سابقين، منها نادي سبورتنج لشبونة، منها الغاني بنجامين أتشيمونج، منها نادي ماريتمو البرتغالي. كل دي كانت مستحقات سابقة كانت نحو 3 ملايين دولار. ليفاجأ الجميع بأن في أزمة أخرى لمستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق اللي تم فسخ عقده في 2020، ويحق له الحصول على 2,400,000 دولار. طبعا مبلغ كبير جدا يصدم نادي الزمالك ومجلس الاداره في الوقت الحالي، ولكن حقيقه الامر ان الازمه مش جديده، يعني كان مجلس الزمالك على علم بان القيد سيتم ايقافه مره اخرى وان في قرار جديد من الفيفا في هذه الازمه تحديدا، لكن هي كانت مساله وقت لان الزمالك استأنف على هذه القضيه تحديدا يعني كسب وقت من اجل تدبير المبلغ او محاوله الوصول لاتفاق ودي مع اللاعب ومحاميه. وده يمكن اللي بيحاول المسلك اللي بيحاول يسلكه مجلس الاداره في الوقت الحالي، لان طبعا ازمه جديده بتضرب نادي الزمالك وهتمنعه من قيد اي لاعبين جدد او التعاقد مع لاعبين جدد وقيدهم ضمن الصفوف. عشان كده ده اللي كان بيفسر ان مجلس الاداره نجح في تعاقد مع 10 لاعبين في يناير الماضي عشان يامن نفسه يعني تحسبا لصدور قرار جديد. مجلس الاداره في الوقت الحالي يمكن بيحاول ان هو يتواصل مع محامي اللاعب وانه يوصل لحل ودي او جدولة المبلغ على الاقل كيعني احد الحلول المقترحه، ولكن حتى الان لم يصل الى اي رد من اللاعب خالد بوطيب او من محاميه. ولكن طبعا يعني في الوقت الحالي هيبقى من الصعب سداد المبلغ ده بعد سداد المبالغ السابقه اللي تم من خلالها رفع ازمه القيد في وقت سابق. طب امير خليني بس عشان ابقى فاهمه صح منك، المشكله ابتدت اصلا في 2020 وتوارثتها الاداره الحاليه، هل هيتم دفع الغرامه في النهايه ولا هيتم استئناف تاني للقرار؟ فيمكن زي ما حضرتك ذكرتي هو كل ازمات القيد عن فترات سابقه، يعني المجلس الحالي ورث هذه الازمات من الفتره السابقه او الادارات السابقه تحديدا، فعشان كده يعني بدا ان هو يسدد الغرامات دي تباعا. كل الملايين التي تم تسديدها ملايين الدولارات كانت لسداد ازمات وليس لبناء طريق يعني. لكن احنا لو استأنفنا مره ثانيه ده بس بنكسب وقت صح؟ هو الزمالك بالفعل كان استأنف من يمكن اكتوبر اللي فات وقت تولي المجلس الاداره، لان كان الحكم النهائي في هذه القضيه كان قبل تولي مجلس الاداره باسبوعين، يعني كان قبل الانتخابات اللي اجريت في 20 اكتوبر تحديدا باسبوعين، عشان كده ما كانش فيه امكانيه ان نادي الزمالك يقدر يعني ينقض الحكم او ان هو يطيل امل هذه القضيه لاكثر من ذلك، فعشان كده ان هو كان صدر القرار بالفعل من الفيفا بناء على انتهاء المهله مؤخرا، ووصل خطاب من النادي من الفيفا عفوا النادي يفيد بذلك، عشان كده الوقت الجاي هو وقت بيحاول في مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يوصل لحل ودي مع اللاعب ومحاميه او ان هو يسدد المبلغ ايهما اكرم طبعا لانهاء الازمه. طيب نروح معاك لاخبار الانتقالات وامام عاشور، عروض الانتقال وصلت لايه وموقف الاهلي؟ طبعا امام عاشور من اهم اللعيبه في مصر في الوقت الحالي سواء الاهلي او على مستوى الكره المصريه بشكل عام. يمكن غيابه الفتره اللي فاتت كان مؤثر بشكل واضح في اداء النادي الاهلي، كان اصيب في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، ولكن طبعا يعني امام من اللعيبه اللي دايما بتلفت الانظار ليها، يعني اكيد انتقاله للنادي الاهلي لم يكن محطه نهائيه او ان هو يعني خلاص الموضوع بالنسبه له فكره العروض الاحترافيه، لكن فوجئنا طبعا ب يعني يمكن تقارير السعوديه بتتكلم عن رقبه نادي التعاون السعودي
في التعاقد مع اللاعب مقابل 7 ملايين دولار، طبعا مبلغ كبير جدا. لكن بسؤال مسؤولي النادي الاهلي اكدوا لنا ان ما فيش حاجه رسمي وصلت للاعب، وان فكره بيع امام عاشور في الوقت الحالي مش هتبقى مطروحه، لان النادي الاهلي مش عايز يفرط في العناصر المهمه والاساسيه بالنسبه له. عشان كده طبعا يمكن ده كان بيفسر رفض يعني كتير من العروض لعدد من اللاعبين المؤثرين او الاساسيين في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، منهم بالتاكيد محمد عبد المنعم، ومنهم طبعا محمد الشناوي. دي من العناصر اللي تعتبر اساسيه في تشكيل المدرب مارتن كولر. عشان كده امام عاشور يعني ما نقدرش نقول ان هو حتى لحق يقدم كتير مع النادي الاهلي بالظبط لسه شويه، يعني لسه احنا لسه بنتكلم على انتقاله للاهلي. زيزو بالزبط. ايه الاخبار، في عروض ليه؟ زيزو بالتاكيد طبعا، يمكن فكره ازمه القيد تحديدا رجعت الحديث مره اخرى عن فكره بيع زيزو للاستفاده من المقابل المادي، لان بالتاكيد توفير مبلغ 2 مليون دولار من جديد او 2 مليون و400 دولار، طبعا 400000 دولار طبعا مش سهله بالنسبه لمجلس الاداره الحالي بعد سداد المبالغ السابقه. لكن كان رد عمرو ادهم عضو مجلس اداره الزمالك تحديدا لما سئل عن هذا الامر او سالناه عن هذا الامر، قال ان هو فكره بيع اللاعبين مش مطروحه في الوقت الحالي، وان مجلس الاداره لم يتطرق لهذه الفكره، وان هو الاولويه بالنسبه له في ظل ازمه القيد هي تجديد عقود اللعيبه وليس التفريط فيها بالتاكيد في الوقت الحالي، لان مش هتمكن من ان هو جلب مزيد من اللاعبين الا اذا نجح في انهاء ازمه القيد، وهو بيسعى لحل ده بشكل يعني تدريجي او بشكل ان هو ينهي الازمه حتى ولو هيتاخر شويه، لان هو مش محتاج حاليا ان هو يعني سواء يفرط في اللعيبه او ان هو ينهي ازمه القيد في الوقت الحالي، لسه قدامه لغايه فتره الانتقالات او في يوليو واغسطس المقبلين. فعشان كده يعني نقدر نقول مجلس الزمالك مش مستعجل قوي على الازمه دي مقارنه بازمه القيد السابقه اللي كانت يعني تجبر الفريق على ان هو يحاول ينهيها باكبر قدر ممكن، ان كان فريق الكره محتاج لتدعيم بصفقات كتير، وده ما نجح فيه بالفعل فيه. عشان كده فكره زيزو هو اكيد بيوصل له عروض بشكل متتالي، اكيد هو ما زال مطلوب، اكيد هو الاهم من ذلك هو كان حصل على وعد ان هو يتم النظر للعروض الاحترافيه اللي يتلقاها اذا كانت على قدر كبير من الجديه والاستفاده الماديه للاعب وللنادي. ولكن طبعا ممكن الحسابات تتغير في ظل الازمه الاخيره وفي ظل رغبه مجلس الاداره في الاحتفاظ بالعناصر الاساسيه والبناء على الفريق وليس التفريط في النجوم. طب سريعا امير، اخر اخبار استعدادات الاهلي لماتش العوده امام مازيمبي في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ يعني بالتاكيد طبعا يمكن خلاص الاهلي اختتم او يختتم استعداداته النهارده للمباراه امام مازيمبي. بالتاكيد مباراه الذهاب اللي انتهت بتعادل سلبي يعني نتيجه جيده للنادي الاهلي، ولكنها ليست يعني حاسمه بشكل كبير، خصوصا فكره المنافس الكونغولي عنده طموح ان هو يسجل صحيح خارج ملعبه عشان يصعب مهمه النادي الاهلي. ولكن كل ده كان في حسابات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وحديثه مع اللاعبين، كان في اجواء ايجابيه في تدريب النادي الاهلي، وخاصه مع عوده كتير من اللعيبه المصابه، يمكن ابرزهم مروان عطيه لاعب خط الوسط اللي قرار مشاركته خلاص ما بقاش طبي بقى فني في ايد مارسيل كولر بعد جاهزيته بشكل كبير. طبعا ما فيش تسارع في فكره مشاركه امام عاشور عشان طبعا لسه كان عائد من الاصابه في الكتف وكان قدامه فتره تاهيل. القصه بالنسبه لمحمد الشناوي يمكن تبدو مختلفه شويه ان هو جاهز فنيا وبدنيا للمشاركه، ولكن يعني القرار يبقى فنيا لكولر سواء هيواصل اعتماد على مصطفى شوبير اللي قدم الحقيقه مستوى جيد جدا في المباريات الاخيره. عشان كده يمكن ادوات مارسيل كولر او العناصر المتاحه بالنسبه له افضل كمان من مباراه الذهاب اللي اعتمد فيها على بعض العناصر ربما ما كانش عنده خيارات كتير فيها، لكن في مباراه الغد امام مازيمبي يمكن الامور بالنسبه له افضل كتير. في اصرار من النادي الاهلي على حسم الامور مبكرا على اللعب بسيناريو الضغط المبكر على الفريق الكونغولي من اجل اجباره على يعني النتيجه التي يرغبها النادي اللي يقف فيها النادي الاهلي وتحقيق الفوز وعدم اللجوء لاي سيناريوهات اخرى خلال هذه المباراه. اكيد الحضور الجماهير طبعا هيبقى له دور كبير جدا في المباريات دي والتاثير على المنافس وسير المباراه. اعتقد ان النادي الاهلي يعني في حاله ايجابيه جدا لتخطي مازيمبي. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا امير نبيل الناقد الرياضي، وصباح الفل عليك.